حياكم الله مشاهدينا في مسابقة أفضل عرض للإبل لوارك في منطقة كيزان. طبعا معنا المشارك الدكتور حوذان بن سلمان الجابري. مرحبا يا دكتور. الله يبقي آمين. بلادنا ويحفظ ولاة الأمر آمين. لما فيه الخير. ثانيا نشكركم والله، نشكر قناتكم قناة العساف، ونشكر كل من يقوم على إظهار هذا الموروث الطيب. أنت يا أبو سيف وأبو حسن، وكما سبق الأخ أبو حسن أبو حمد أبو سند وأبو حسن وأبو سيف. بغاير كل شيء ينصف الناقة، الرجال اللي نواياهم شريفة، طهروا زين الحلال من الشوايب، ما يروح بالوشاح إلا نظيفة، التنافس بين زاهية الجنايب ولا. يتواجد معنا المشارك قاسم عبده محزري. مرحبا يا ابو عبده. حياكم الله. الله يحييك. واهلا وسهلا. طول عمرك ويسلمك. والله شرفتونا. وحياكم الله من املى جفاكم لبصالكم عندي. كليفة تأساميها ما ناخذها نهايب، حاشمين البل الأسماء السخيفة. مالك الابل محمد يحيى القحطاني. مرحبا يا ابو يحيى. ارحب الله يحييك. قرب من حياكم الله. الله يسلمك. عطنا الاسم كامل عشان محمد يحيى محمد القحطاني. او نعم يا محمد. مالك زود. مشارك. مشارك. نعم مشارك. عندي بالاوارك. نعم. ومشارك ببلي. عندي ثنتين ابكار. حلو. وعندي ثنتين كبار ابل. ما شاء الله. وعند الفحل حقها. كليفة تأساميها ما ناخذها نهايب، حاشمين البل الاسماء السخيفة، عن جزيلات العطا ما هو بغايب، كل شيء ينصف الناقة يضيفة، شجعوا هاللي يسد شريفة، طهروا زين الحلال من الشوايب، ما يروح بالوشاح إلا نظيفة، التنافس بين زاهية الجنايب، والرقم الأول ما يقسم بالنصيفة، ولا أهلها ربع وأخوان وحبايب، من خذا الأول يبارك كليفة. معنا احد المشاركين، اعطنا الاسم. محمد احمد محمد قحل. ونعم يا محمد احمد قحل. وش المشاركه؟
في شوط القعدان شوقان. هذا شوقان؟ ايوه. وش ابوه؟ ابوه اسمه الاكحل. الاكحل؟ أيوة. ما شاء الله. ليش من بيش؟ أيوة. ما شاء الله تبارك الله. طيب وش تتوقع شوقان في المسابقة؟ الاول. الاول؟ اللي يسدون النوايب الرجال اللي نواياهم شريفة طهروا زين الحلال من الشوايب ما يروح بالوشاح إلا نظيفة التنافس بين زاهية الجنايب والرقم الأول ما يقسم بالنصيفة شارك عيسى بن علي بن جبران. عطنا الاسم يا عيسى. عيسى علي جبران جيري. أيوة نعم يا عيسى. وش المشاركة يا عيسى؟ مشارك وشوطة الجل. الجل وشوطة الفحل.